كان في تصريح مش عارف الحياة وقفت عند كده ولا لا، لكن تصريح برضو واجب علينا ان احنا نصححه. يعني في ناس قالت لك ان بطولة افريقيا بطولة مش مهمة، يعني الكونفدرالية الناس بتاخد 700,000 دولار، والدوري ابطال افريقيا الناس بتاخد 1,000,000 دولار. لا حضرتك، ده الكلام ده 2002 في اخر بطولة خدها نادي الزمالك، لكن دلوقتي بطولة افريقيا فيها 3.5 مليون دولار، ده اقل حاجة، لان انت بتاخد 2.5 مليون دولار وبتضمن على الاقل سادس مثلا في كاس العالم للانديه فبتاخد 1,000,000 دولار، ولو وصلت خامس بتاخد 1.5 مليون دولار، ولو دخلت رابع بتاخد 2.5 مليون دولار، يعني انت ممكن توصل مثلا لحوالي 6 مليون دولار ولا حاجه، او 5 مليون دولار يعني. فاقل حاجه في دوري ابطال افريقيا 3.5، لكن 1 دولار دي او 1,000,000 دولار دي كانت سنه 2002 في اخر بطوله، يعني كان في ليه نصيب لنادي الزمالك انه ياخدها، لكن دلوقتي الامر عدى بكتير جدا جدا جدا. اوكي،